This call is now being recorded. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم اليوم في محاضرة الشبكات ليوم 15/3/2021. إن شاء الله محاضرة جديدة وبها موضوع جديد راح يكون مشوق لكم إن شاء الله. ونبدي بسم الله. محاضرتنا اليوم راح تكون أنه نبني شبكة من الصفر إلى أن نوصل إلى سيرفرات الإنترنت، يعني راح نسوي محاكاة للارتباط بشبكة الإنترنت العالمية، أو خلينا نفرضها حتى الإنترنت عموما، يعني فد شيء قريب للإنترنت. الصوت واضح طلاب؟ نعم أستاذ، واضح. والصورة أيضا إن شاء الله. مش واضح تمام أستاذ. أول شيء نبدي بحاسبة. نفرض أنه أنت اشتريت لابتوب، هذه لابتوب مالتك، أكيد لازم نسوي الإعدادات مالتها، نشوف شنو بيها. هذه اللابتوب ما بيها وايرلس، راح نربط لها وايرلس. أول شيء نطفيها، نشلع القطعة مالت الواير ونشد لها كيبل وايرلس ونرجع نشغلها. بعدين نجي نشتري راوتر وايرلس، هذا راوتر وايرلس، نختار واحد، هذا الهوم، هذا راوتر وايرلس. حتما راح تربط هذه ويا هذا الراوتر. هذا الراوتر جديد مشترينه، فلازم نسوي له اعدادات. طبعا هي ربطة وايرلس، فهسه هذني كل شيء ما مربوط بيها. نجي نسوي له بعض الاعدادات لهذا الراوتر. اولا عندنا هو شغلنا بالوايرلس، فنجي على الوايرلس. اول شيء نتورك نيم، اسم الشبكة مالتك. انت جاي هسه تسوي اعدادات الراوتر، بس قبل هذا خل نعتبر نفسنا انه احنا طابين من هاي الحاسبة على الراوتر، ما راح ادخل على الراوتر مباشرة. خل كلش نشتغل فعلي، نجي ننطر على هاي الحاسبة، نتأكد انه هي ماخذة اي بيات صحيحة. نجي على الاي بي، اوكي اخذت 192.168.0.100، ماخذ هذا الاي بي. خل احاول والله اكبر الشاشه رغم انه هي تسبب لي مشاكل احيانا، بس احاول. جيد، 192.168.0.100 هذا الاي بي مال الحاسبه. سبنت ماسك هو 255.0، ديفولت جيت واي 192.168.0.1. اذا الاي بي مال الراوتر هو 192.168.0.1، لان هو الديفولت جيت واي مالتنا. زين، جيد لحد الان. هسه ندخل من هذه الحاسبه على الراوتر ونسوي الاعدادات مالته. ما راح ادخل عليه هنا مباشر لان هذا برنامج، انا راح اعتبر روحي تقريبا اقرب شيء للحقيقه راح اشتغل. شلون ادخل اغلب هذه؟ اولا قبل لا ادخل على الراوتر، هنا انا خلينا نثبت بعض المعلومات. نجي نكتب هنا الاي بي هو 192.168.0.100، هذا الاي بي مال الحاسبه، هذا اي بي الحاسبه. اوكي، الراوتر ايش قد الاي بي مالته؟ هل نثبت هنا حتى نعرف من نشتغل. 192.168.0.1، هذا الاي بي مال هذا الراوتر. حلو لحد الان. طبعا انت حتى تسوي اعدادات هذا الراوتر، اذا غيرت هسه بي مثلا اسم الشبكه،
المفروض احنا نربطه كيبل ما نربطه وايرلس، بس هسه خلينا نشتغل على الوايرلس. راح ادخل على الراوتر هذا عن طريق هاي الحاسبه. لاحظوا الطريقه اللي راح ادخل بيها، لان كلش قريبه من طريقه الدخول على الراوترات مالتكم بالضبط. بس بالنسبه لهذا البرنامج انا احكي لك بالحقيقه تقدر تشتغل طبيعي، يعني تدخل على هذا المتصفح مثلا، هذا المتصفح، وتكتب هنا، تكتب 192.168.0.1. هذا لو كان راوتر هسه حقيقي مرتبط ويا حاسبتي، اوكي؟ لو كان راوتر حقيقي مرتبط ويا حاسبتي. بهاي الطريقة تدخلون من المتصفح. أما هنا عن طريق هذا البرنامج فتدخل من هذا المكان. شوفوا هنا هذا ما أدري قاعد يسوي زوم، أي يسوي زوم، جيد. هذا ويب براوزر، أنقر عليه. ويب براوزر، أنقر على الويب براوزر، يطلع لي هذا الترتيب، يطلع لي هذا الترتيب. أجي أكتب هنا 192.168.0.1 الكهرباء، في احتمال بعض المناطق مالتكم أيضا يشملها قطر، فتحضروا. المهم أنا ما عندي مشكلة، عندي يو بي إس. هذا كتبت الاي بي مال الراوتر اللي هو معناته اليو ار ال، مو شرط اكتب اتش تي تي بي، هو يفتهم المفروض المتصفح يفتهمه، واقول له جو. ايش راح يظهر لي؟ راح يظهر لي واجهه يطلب مني اسم الدخول وكلمه السر. عموما الراوتر بعده جديد وما مغيرين به اشياء، اسم الدخول هو ادمن، ادمن، وكلمة السر ايضا ادمن، اي دي ام اي ان، وانطي اوكي. انطيته اوكي، ظهر لي باعوا هسه، ظهرت لي اسعي اكبرها دبل كليك حتى تطلع واضحة. انتم تقدرون يعني تكبرون الشاشة باصابعكم اذا كان عن طريق الموبايل طبعا، اذا كنتوا تتابعوني عن طريق الموبايل فبامكانكم انه اصابعكم تسوون زوم للشاشه، كلش طبيعي ووضوحه كلش ممتاز. يعني حتى احتمال ما احتاج انا اسوي زوم عن طريق البرنامج اللي عندي، فما راح اخواي استعمل البرنامج مال الزوم للشاشه لان قاعد يخربطنا. فلاحظوا هنا طلع لي هذه الواجهه مالت الراوتر. انا هسه داخل على الراوتر من اللابتوب من الحاسبه، ما داخل مباشره عليه، اوكي؟ اعتبره حقيقي. فهسه اول شيء اشوف بي شنو بي الاي بي اي مال هذا الراوتر 192.168.0.1، والسب نت ماسك هو 255.0، الدي اتش سي بي يعني السيرفر دي اتش سي بي ينطى اي بي ات انيبل يشتغل. الستارت اي اي بي ادرس، يبدي اي بي ادرس من 192.168.0.100، ذكر بديش المحاضره احد الطلاب او الطالبات سالني قال لي يعني ليش بدا من 100؟ احنا قايلين لك ابدي من 100، كيفنا نقدر نبدل غير بس لان انا ما عندي هواي حاسبات، يعني انا بس داخل البيت مثلا، بس اذا عندي مختبر كبير قد الخمسين حاسبة، ثمانين حاسبة، مية حاسبة، فاعتيادي لازم أبدل هذا الرقم وأغيره، ما أخليه يبدأ من مية، يبدأ مثلا من 10. الماكسيمم نمبر اوف يوزرز، ايش قد عدد، طبعا هاي مو كل الراوترات فيها هاي السالفه، من ايش قد عدد الحاسبات اللي مسموح لها انها تكلم. هنا انا هذا كاتب 50، تقدر تزيدها بكيفك. فمن كتب 50 صار الرينج مال الاي بي، صار الرينج هو من 192.168.0.100 الى 192.168.0.149. الحد الان هذا
اللان الداخلية مال الراوتر ما عندي بيها مشكلة، اجي على الوايرلس. الوايرلس عندي هذا النوع من الراوترات، واكو بعض الراوترات اللي هسه موجودة ايضا في السوق يسمونها دوال شانل او دوال باند. دوال شانل باند او دوال باند يعني باند الحزمة ال 2.4 جيجا هرتز وحزمة ال 5 جيجا هرتز، تشتغل بحزمتين. هذه نوعيات من الراوتر. شنو الفكرة؟ شنو الفرق بين راوتر أول 2.4 وراوتر أول 5 جيجا؟ أغلب الراوترات هي 2.4، عدد الشانلات مالتها اللي تلاحظون كلش محدود، 11 شانل مو أكثر، اللي عاملات واللي تقدر تفتهمهم الأجهزة، وأغلب الأجهزة هي 2.4. بعض الموبايلات واللابتوبات الحديثة مو الأجهزة الإلكترونية اللي موجودة بالبيت بس، أنا هسه أحكي أنه أغلب الأجهزة الإلكترونية الموجودة بالبيت مثل التلفزيونات، رسيفرات مالت الأقمار الصناعية، رسيفر إديشن تم يسموه الرسيفرات، السبالت، الثلاجة، أنا هذا يمكن عندي، يعني أنا أحكي لك من واقع موجود عندي. عندي هسه السبلت يشتغل وايرلس، عندي الثلاجة تشتغل وايرلس، عندي الغسالة تشتغل وايرلس، التلفزيونات اللي عندي هم تشتغل وايرلس، فشنو عندي الرسيفر يشتغل وايرلس، وعندي الدي في ار اللي هو مال الكاميرات المراقبة. ست اشياء من غير الدقم مال الكهرباء اللي بداخل البيت ايضا تشتغل وايرلس، اقدر اتحكم بيهم من اي مكان بالعالم، فكلهم يشتغلون وايرلس وعن على الباند 2.4 جيجا هرتز. هذا اللي يسمونه الذكي، اللي هو تابع لمجال يسمونه انترنت الاشياء الاي او تي، انترنت اوف ثينك، فكلهم يشتغلون بال 2.4. هذه الاجهزه مطورينها الشركات فمخلينها تقرا 2.4 و 5 جيجا، من ضمنها موبايلي، حاسبتي هذه، الرسيفر، ما مجرب والله بقية الأجهزة، يعني الثلاجة والغسالة والسبلت هذول البقية ما شايفهم هل يشتغلون على 5 جيجا أو لا، لأن ما عندي راوتر 5 جيجا، فما ما أقدر أعرف، يعني ما جايب راوتر 5 جيجا، إنما جايب هو عندي من زمان هذا 2.4. شنو الفكره من ال 5 جيجا؟ 5 جيجا انه يعطيك شانلات اكثر، هسه خلينا نشوف هذا بي شانلات، بي شانلات هذا هسه هو هنا محدود بهذا الرسيفر، محدود بالحقيقه لا انه كلش هواي، هذا الرسيفر محدوده شانلاته لان سيموليشن مو الحقيقي. لو اراويكم فد وايرلس 5 جيجا لا شيء خرافي العدد مالت الشانلات، فما يصير تداخل، هي هنا السالفة. تذكرون من قلت لكم ما يصير اثنين راوترات يطلعون بنفس الشانل، يعني مثلا اثنين يطلعون شانل رقم واحد قريبات طبعا، يعني مثلا انت وجيرانك. لذلك ستشوفون انتم اغلب الراوترات عندكم بالبيت قاعد تفصل وترجع كل ربع ساعة، كل خمس دقائق، كل نص ساعة. السبب انه انتم الشانل النمبر رقم الشانل مخلينه اوتو، ما منطينا رقم محدد، خلوا له رقم محدد. اذا انتم كل الطلاب، اذا ماكو واحد منكم جيران الثاني مباشره، يعني مو اثنينكم نفس الفرع، فبامكانكم كلكم تخلون على رقم واحد، ومن بعد ما عليك بالراوترات مال البقيه جيرانك والحولك والهاي، هن ذا النيتش راح يبدلن الاوتو، لان اغلبهم اوتو فكلهم راح يبدلن الشانل. فانت ثبت على رقم واحد بعد ما عليك بالبقيه، الا اذا انت بالفحص لقيت انه راوتر قريب عليك ماخذ رقم واحد وباقي ثابت عليه، فذاك احتمال مثبت على الرقم واحد، فانت يكون تغير اما واحد اما ثلاثه خمسه سبعه و11 هالشكل خليه، والافضل انه واحد خمسه 11 هالشكل يكون حتى ما تتقاطع الشانلات، فيكون افضل الجو عندك يكون اصفى، ما بي نويز، ماكو تداخل بالاشاره، فما تتاثر عندك اشاره الراوتر.
انا هذا ليش هسه هواي طولت بي بقيه الاشياء جزء ما راح اطول بها هواي هذا وقد تكون محاضره اليوم اكثر من محاضره لحد ما نبني هي هاي الشبكه كامله لان اكو تفاصيل هواي بذنيتش او احتمال ابنيها اليوم بسرعه وبعدين ارجع اشرح تفاصيل البرج وشلون انت تحسوي الاعدادات وهاي الاشياء يعني عندي كل شيء جوا ايدي عندي برج واقدر ادخل عليها و يعني المتعاون معي هذا الولد أبو البرج وأنا شكراً أقدم له هاي المناسبة فممكن أطبقكم على البرج وأراويكم وين واصل وشلون الإعدادات وش مسوين هاي الأشياء فهنا قلنا نختار مثل رقم واحد هذه الفايف إذا نفعلها وراح نمشي عليها فأيضاً نختار النفذ شانل الثابتة طبعا بي هذا الراوتر باثنين SSID يعني تقدر تبث باثنين شانلات هذا اهم شيء هذا اهم شيء انا اثبت الشانلات شوفوا لاحظوا انا ليش قلت لكم هذا هنا انا مطيني شويه باعوا هاي الشانلات رقمها 149 153 157 61 و65 هسه انا اخذت 49 بهذا الثاني التردد الثاني راح اخذ فرق شوف فرق وين 5745 ميجا هرتز اسدلو لي استاذ شو جيجا هرتز اي اذا 5.745 بالالف جيجا هرتز هالشكل اقراها واذا اقراها بالميجا اقراها 5745 ميجا هرتز هذا 5700 لاحظوا هنا 5100 فالفرق كلش كبير بين رقم تسلسل قناة 149 وبين تسلسل قناة 36 ففرق كبير فأكو بعض الأجهزة بالموبايلات والحاسبات أنا حاسبتي وموبايلي يقرأ دول شانل دول باند عفوا فيقدر يقرأ 2.4 و5 جيجا فأنا أخلي الناس اللي بالفايف جيجا اكو بعض الاجهزه هي تقرا هيك ترددات عاليه واكو بعض الاجهزه تقرا ضمن هاي الترددات فاحنا نخليها يا تردد اللي هي تشتغل عليه خلت كانك وياها زين هنا راح ابدل النيم او النتورك نيم الاس اس اي دي ممكن بالامتحان اكتب لك غير الاس اس اي دي ما اقول لك اسم الشبكه اذا علمت ان الاس اس اي دي مثلا عراق او ميسان او اي شيء انا يعجبني فافتهم انه انا اقصد اسم الشبكه اللي تظهر لك بالبيت بالجو من الدور عليها بالجهاز مالك سواء لابتوب او حاسب ديسكتوب او موبايل او اي شيء ثاني طلابنا ما واضح الصوت هنا راح اخليها خلينا نسميها دبليو لان 1 او 2.4 حتى نعرف انه هذا تردد 2.4 هذه راح اسميها دبليو لان 1.5 حتى اعرف انه هاي الاولى وراح اسمي هاي الثانيه 2 حتى افتهم انه هذه الثانيه اوكي هسه اول شيء سويناه انه احنا ضبطنا الاي بيات مال هذا الراوتر يعني تشيكناهم ببوطه وما تنفعل جينا هنا للوايرلس بدلنا اسم الشبكه وثبتنا الشانل اللي يبث بيها طبعا هنا اس اس اي دي برودكاست هنا منطيه انيبل اذا انطيه ديسيبل راح يطفى الوايرلس البرودكاست العفو الاس اس اي دي هنا برودكاست طبعا غير راوتر مثل التي بي لينك اي يراد على المحاضرات الجايه ذكروني انه اشرح لكم على انه التي بي لينك شلون تغيرون باعداداته اذا هسه صار مجالهم ممكن نشرح اراويكم اياها وانا ايضا منزل فيديو على انه شلون تثبت الشانل مال الراوترات لثلاث انواع اثنين بالتي بي لينك واحد للمايكروتك فموجود الفيديو بالقناة وطبوا عليها وشوفوا شلون تثبت الشانل للراوتر مالتك حتما يطلع واحد من دول الثلاثة إلا ما ندر اللي يستعملوه غير نوعية
فهنا أنا مخلي enable. هذا شنو enable disable ال SSID broadcasting؟ يعني هل الشبكة عام ظاهرة لو مخفية؟ الشبكة سلبة جو أسويها ظاهرة لو مخفية؟ إذا ظاهرة فأنطي enable، إذا مخفية بعد ما راح يشوفها. هسه إحنا راح نخفي هاي الأخيرة WLAN 25 راح أنطي disable، راح أخليها مخفية. هسه من راح يدور عليها ما اللابتوب ما راح يلقاها، راح يلقى المطلوب ذول الاثنين. هذا إذا هو يقدر يقرأ هذا التردد. فهنا انطيت ال SSID broadcast، انطيت disable حتى ليشوف. زين استاذ انت مو قلت لي، قلت ماكو اوتو، شنو الاوتو الثاني؟ هذا الباندويث، عرض الحزمة اللي يبث بيها الراوتر. اكو اجهزة تفتهم حدها بس 20، واكو اجهزة حديثة تقرا 20 و40. فانا شو اسوي؟ اخليه اوتو، والجهاز اللي يرتبط وياه هو يحدد. هذا يعني كمثال تشبيه، يعني نقول شلون شارع عرضه 20 سايد وشارع عرضه 40 سايد، واحد يتحمل 20 سيارة بنفس اللحظة وشارع ثاني يتحمل 40 سيارة بنفس اللحظة. فهذا ايش قد سعة بيانات يقدر يعبر؟ بس تقولون استاذ خوش نخليه على 40، مواكو بعض الأجهزة داخل البيت او المكان ما تقدر، يعني ما مصممة انه تقرأ 40 ميجا هرتز عرض الحزمة، انما حدها للعشرين. فانا اخلي اوتو هي تحدد. هسه ثبتت شغلي هذا، راح انطيه سيف سيتنج. طبعا خلوا ببالكم هنا احنا خلينا ننتبه انه هذا اسمها هسه مجرد ما انطيه سيف راح يفصل، بعد ما راح يكنك المفروض الراوتر مالتي. هسه اصغره هذا الحاسوب، عفوا هذا اللابتوب، مجرد ما راح انطي سيف راح يفصل. هسه تشوفون سيف راسا فصل. هسه من احاول ادخل، المفروض هسه اذا احاول ادخل مره ثانيه على هذا يقول هذا ما موجود. سانطي شكل وانطي انتر. بعد يجوز لان هو هنا برنامج يعني سيميليشن. شوفوا ريكويست تايم اوت، لاحظوا request time out يقول ما موجود هذا الـ IP ما موجود. ماشي هسه شو نسوي؟ نغلق المتصفح ونجي ندخل على الوايرلس مال الحاسبة. طبعا هنا simulation مو حقيقي، الوايرلس من هنا تقدرون تدخلوا له. هنا نجي على PC ونجي على connect ونقول له refresh، يفحصنا بالجو. إش أكو إشارات بالجو؟ لاحظوا WLAN 2 خفيناها لذلك ما ظهرت لنا هنا، لذلك ما ظهرت لنا هنا. 2.4 موجودة وقوة إشارتها 52، ال 5 جيجا إشارتها 32. زين أستاذ نفس الراوتر يعني ليش هاي إشارة أضعف من إشارة؟ هو المشكلة 2.4 يقدر يبث لمسافة بعيدة بس السعة مالته مو كبيرة، يعني ما يتحمل هواي بيانات. الفايف جيجا المسافات مالته شوية قصيرة، مو بإمكانية 2.4 بس يتحمل سعة كلش كبيرة، عدد حاسبات هواي وما عنده نويز هواي بمحاسن للاستعمال. عموما احنا راح نربط ويا اقوى اشارة اللي هي هاي، أأشر عليها واقول لك كونكت. لاحظوا هسه هذا اللابتوب راح يربط، راح تطلع علامة الإشارة رابط ويا هذا الراوتر وأقول له كونكت رأساً كونكت. أرجع على اللينك إنفورميشن، شوف يقول لي قوة الإشارة صارت فول. أوكي هسه هذا انتهينا منه، ربطنا اللابتوب هذه ويا الراوتر بالاسم الشبكة الجديد. زين بعدين أستاذ هسه نراويكم، هسه نجي نرجع على البراوزر مالتنا ونكتب الاي بي حتى نتاكد 192.168.0.1 ونعطي انتر. راح يقول لي اسم الدخول هو ادمن. طبعا ما غيرنا اسم، هاي ملاحظه مهمه جدا، انت لازم تغير اسم الدخول وكلمه السر حتى ما حد يقدر يخترق الراوتر مالتك. اي واحد يكنك ويا الراوتر
او عن طريق الشبكه من برا ما يقدر يفوت للراوتر مالتك، وانت تغير طبعا من الادمنستريتر من هنا، هاي اكو باسورد من هنا تقدر تبدل، بس انتم هذا لا تبدلوا يعني داخل هذا البرنامج لا تبدلوا لا تغير شيء. اما بالحقيقه لا لازم، وهسه الراوترات الجديده كلها راسا تكتب لك ملاحظه يقول لك غير اسم الدخول حتى ما يخترق الراوتر. هسه هذا انتهينا من عند الراوتر، اوكي ما عنده اي اشكالات. ما عندي شيء. اذا اريد اشيك هسه انا صار ربط وحصلت الموقع طبيت على الراوتر، بس اذا اريد افحص اشوف هل الراوتر مالتي انا مربط وياه اوكي الربط، اجي على هاي الكوماند برومبت. طبعا هاي تقدرون تسووها بحاسباتكم وفي اي مكان، هاي مهمه صراحه راويك طريقه فحص جوده الربط ما بينك انت وبين الراوتر او اي قطعه او جهاز موجود ضمن الشبكه كلها من الحد مثلا بامريكا. عندنا امرين اريدكم يعني تضبطوها وتستعملوها، وراح تكون هي جزء من الواجب مال هذه المحاضره، ان تدزوا لي صور البينك والتراسر اللي انتم راح تسووها بحاسباتكم. اجتنا الوطنيه ما اعرف المفروض هسه يعني ترجع الكهرباء لبعض الطلاب. بس خل اشوف منو اللي موجودين ومنو اللي راح. لحظه اوكي كلام يعني جيد ما عندنا خسارة هواي. يلا نرجع على الشغل مالتنا. اجي هنا أنا على هذا المكان، منين هذا اعبر له من حاسبتي الحقيقية، اجي على ستارت سي ام بي اوكي، هذا هو كوماند برومبت واطب عليه ها، واكتب هنا أنا اللي اريد اكتب بينج. طبعا هذه حاسبتي خل اشتغل مره على هاي الحاسبه الداخليه، بينج فراغ ناقص تي فراغ ايش قد الاي بي 192.168.0.1، هذا الاي بي مال من مال هذا الراوتر الداخلي انطي انت. ليش ناقص تي ستار؟ يصير هسه اذا نسيت اكتب ناقص تي عادي يصير يعطيك اربع قراءات ويتوقف، الناقص تي ما يتوقف. زين استاذ شلون اوقفه؟ كنترول سي يتوقف، كنترول سي ويتوقف ال يتوقف العداد اوكي، كنترول سي ويتوقف العداد هذا لاحظوا بس كن ياخذ من عندي ياخذ. زين من توقف شنو الفائده هسه؟ شنو راح حصلت من معلومات؟ لاحظوا اي هسه ظهر عندكم، تقدرون تكبرون الشاشه بايديكم اذا واضحه او ما واضحه. عموما هنا أنا راح انا اسوي لها زوم فخاف يصير عندك اختلاف حسب الشاشه. اوكي سويت لها زوم رغم انه اذا انت مزوم بايدك راح يكون اوضح. لاحظ النتيجة شنو من صارت من هذا الشغل مالتنا؟ يقول البينك ستاتستيك فور سويت انا بينك على الاي بي 192.168.0.1 الباكيت الباكيتات البيانات سنت ارسلت 31 باكيت. انت استمر وصل 31 ايش قد تقدر توصل؟ 100 كيفك؟ وصل 100 باكيت ارسلت 31 باكيت، ريسيفد 31 باكيت، لوز صفر، نسبه مئويه 0%. هذا شيء جيد جدا ممتاز انه انت ما عندك لوز بالاشاره. ايش قد باكيتات ارسلت للراوتر؟ رجع لك اياها نفسها. ابروكسيميت راوند تريب تايم ملي سكند، يقول القراءه هي بالملي سكند، القراءة مال الإرسال والاستقبال هي بالملي سكند. المينيمم مالتنا كان 9 ملي سكند لأن وايرلس مو واير،
لو واير وطالع عندي كذا رقم اقول لك خطا بالكبس بالربط او طول الواير احتمال هواي، ماكو ما يصير بالواير يكون واحد ملي سكند، خاصه اذا انت مرتبط مباشره. ماكسيمم كاعلى شيء قرا 27 ملي سكند، الافرج 14 ملي سكند، يعني مقبول وما مقبول. هسه خل اراويكم راوتري انا الحقيقي، خلينا نشوف شنو يقرا عندي الراوتر مالتي. راح اعطيك بينج ناقص تي، الاي بي مال الراوتر مالتي 192 168 88 1 لان مايكرو تك. خلينا نشوف والله هسه انا البعد عنه تقريبا خطين او حدود 75%، ما جاي يعطيني قراءه صح. ها ها تذكرت، مو هذا الاي بي مالتي، اي بي نخليهم انا مغيره 87 حقا من قال ماكو 87. عندي اثنين مايكرو تك، عندي المكان النانو ستيشن مايكرو تك، والراوتر الداخلي مال البيت مايكرو تك، ما اعرف قراءه مالته هسه. لاحظ لاحظ طبعا المايكرو تك ينطيك حتى جوا الواحد ملي سكند، يعني تقريبا صفر، هو ما يقدر يقول صفر بس يقول اقل من واحد ملي سكند اذا تلاحظوا. ما اعرف خل اكبر لكم الشاشه، لاحظوا الارقام اللي قاعد تطلع لنا اقل من واحد ملي سكند، واحد اثنين اقل من واحد ملي سكند، مرات 20 ملي سكند. هسه راح اقول له كنترول سي، قلت له كنترول سي وقفته، يقول البينك ستاتستكس فور 192 168 87 1، السنت 43، الريسيف ايضا 43 واللوز 0. القراءه هي بالملي سكند، يقول المينيمم 0 ملي سكند، المينيمم 0 ملي سكند، والماكسيمم 30 ملي سكند، الافرج هو 3 ملي سكند. اذا الربط مالتي تقريبا بيرفكت، يعني مثالي، تقريبا اعتبره مثالي. زين استاذ ليش راوترك اللي انت بعدك عنه تقريبا هسه بهذا المكان الان عن الراوتر بحدود 20 متر بين المحايط، انطاك في القراءه كلش حلوه بهذا اللي هو داخل السيموليشن هذا والكتروني وهاي وانطيك شرفان؟ لان اذا تذكرون قوه الاشاره كان يقرا 53%، وقد جزء خفت الله يعلم، لازم نطب ونشوف، فاشارته ضعيفه، اشارته ضعيفه، هذه اشارته ضعيفه فتاثر على ارسال واستقبال الاشاره، يعني انت احتمال انه حيطان موجوده وهاي، ف ممكن ما راح تحصل بينك قوي، ما راح تحصل بينك قوي. عموما هنا هذه القراءات لان بعيد يعتبر 53%، انا اشارتي عاليه هنا كانت يعني حدود فوق ال 75% قوه اشارتي، فحتما انطاني فد بينك عالي. ثانيا انا الجهاز مالتي هو مايكرو تك، فشي راقي جدا، طبعا مو هواي فرق عن السيسكو، السيسكو بدات تصير يعني المايكرو تك تنافسها منافسه كلش عاليه، وهي هسه اللي بالسوق ماشيه اغلب الاجهزه هي مايكرو تك وسيسكو، هاي الشيء توب يعني مال الشركات. هذا اول هذا اول شيء. الشيء الثاني بس دقيقة، الشيء الثاني أو الأمر الثاني اللي أريد نشيكه هو
تراسخ، بس تراسخ مو هسه استعمله لما نكمل بناء الشبكه. هسه هذا اوكي نغلقه، هذا ايضا نغلقه. هسه احنا حددنا الراوتر، جبنا لابتوب او حاسبه ربطناها ويا راوتر. بعدين راح اجيب نانو ستيشن. طبعا هنا انا ما عندي نانو ستيشن. افترض انه هذا الراوتر او اي واحد من هذين الوايرلس، افترض احد الاجهزه اللي هنا هي نانو. افترض انه هذا عباره عن نانو، افترض هذا عباره عن نانو. بس هل عنده امكانيه انه يربط؟ لازم يساعدنا الجهاز. زين هذا السيل تاور، بس هذا اللي انا مفتهمه انه خل اشوف انه اي هذا مو هذا مال موبايلات ما يخدمني. شلون اسوي فد محاكاه؟ هسه انا شنو هنا هذا المكان لازم انه يكون هذا هو يرسل ويستلم ويرتبط ويا واحد ثاني يكون. هاي المشكلة. إذا سوف شيء مكافئ، إذا نسوي شيء مكافئ يعني كأنما حاسبة. خل بس نعبر هذه النقطة، خليهم هذا اعتبره نانو، هذا خلينا نسميه نانو ستيشن، ما نسميه راوتر، خلينا نسميه نانو ستيشن. نفترض هذا نانو ستيشن، هذا نفترض ان هذا نانو ستيشن، ومقابله والله هذا ما بي هاي الامكانيه، بس خل اجرب بامكانيه انه يصير بالمقلوبي المواد مالته. هذا بس يرسل بس ما يستلم. انقاص وايرلس Advanced Access Point. هذا ما بي هاي السالفة. اكو بعض الراوترات مثل هسه هذا المايكروتك مالتي هاي عنده امكانية انه يكون مرسل او مستلم. يلا خلي هذا يكون شكله الثاني، هذا نعتبره سيكتر، هذا خلينا نعتبره سيكتر. سيكتر شنو؟ عبارة عن إذا تطبعون على البرج اللي أنتم مربطين وياه تلقى به فتشيك مستطيل عمودي، ثلاث مستطيلات أربعة طالعات من البرج ومركبات بالبرج، هذا يسمونه سيكتر فلات. فتشيك مستطيل شلون النيون اللي بغرفتك مكان ما بالعرض يصير بالطول. هذا يبث، هذا هوائي، هذا مو هو، هذا مو يعني الراتا، هذا هوائي بس اريل، يعني بس الاريل نازل مرتبط بظهره كلش قطعه يسمونها روكت او نوع من الراوترات المايكروتك اللي هي 921. هذه اللي هي ترتبط بظهره ما تشوفها انت الا تصعد يمه او تقرب منظار او ناظور او فتشي تشوف قطعه صغيرونه ملزوقه بظهر هذا الفلاته او السكتر حتى يبث. فهسه الربط ما بين هذا انا راح اضطر اربطه كيبل يعني على مود نمشي شغلتنا. فافترضوا هو رابط وايرلس، افترضوا هذا طبعا هنا للانترنت اكيد، هذا 100% احنا نربط كيبل ويا من ويا صاحبنا النانو. اكيد نربط الراوتر مال البيت ويا النانو كيبل. اوكي لذلك انا هنا ربطت الكيبل بيا مكان ربطته، اذا هنا عندنا ربطته في هذا المكان، ربطته بالازرق، جبت الكيبل مال النانو ربطته بالازرق اللي جاي من النانو.
واللي وديته لنا انا اللي هو هنا على هذا الرسم حتى يصير عندكم انتم شغل صحيح اذا تبدون تسوون نفس هذا الشغل مالتي، تربطوه بالاصفر يعني هذا الراوتر الثاني. لا ما فستاديش تطلع اشاره حمراء بالربط. اي بعد هسه اريد اشيك، اريد اشوف ليش ماكو ربط، شنو الاشكال؟ هسه انا راح اشيك، هسه هذا هو مشتغل. اي هذا هسه مشتغل، ليش ماكو ربط؟ راح ارجع اعيد، وين بالانترنت؟ هسه نشيك ونشوف وين المشكله. عندي هذه اللان، اوكي عندي الانترنت. من هنا احنا نقدر نبدل بيها، نقدر نسويها اكسس بوينت، هذا الوايرلس راوتر. خلينا نشيك، هسه نشيك نتاكد لك ليش ما جاي يربط، هو لازم يربط. زين بلا خلي اشيك هذا ويا هذا الانترنت لهذا، نشوف اكو مشكله عندنا. لازم يكون استاذ بالكروز يصير ربط صحيح بس بالفايبر الثاني ما يصير. لا مو فايبر هذا سترايت. استاذ كروز يصير بي عادي. ايه اكيد هسه انا والله خلينا نجرب الكروس والله شو يصير. يعني بهذا البرنامج انا ماكو شيء اسمه ربط، مو منطق انه احنا نربط الكروس، بس اذا ننجبر خلاص ننقل الاوتبوت الى هذا. اي صح اعتبرها المتشابهات، هو مو كروس، هو لازم سترايد، بس احنا هذا اذا يجبرنا البرنامج شو نسوي؟ خلاص نمشي ويا البرنامج. هذا للانترنت. زين ماشي، هذا شنو الاي بي مالته؟ النانو عموما الاي بي مال النانو يكون 21. عموما النانوات اللي تشتروها 21، بس اذا مايكرو تك فهو 88 واحد. ما قبل لازم اغيره من هنا. اي هاي قبل اخذها 21، وهنا راح يطلع الاي بيات 100 يبدي. اوكي الوايرلس انا ما عندي بي وايرلس، هذا هو باقي الديفولت، اذا طفيه اذا شغله مو فد مشكله. احنا هنا جاي نعتبره سيموليشن وهمي، هذا اعتبرناه نانو ستيشن، وهذا اعتبرناه السكتر البرج، يعني هذا السكتر او خلي اعتبره يعني البرج. خلي اشوف هذا اعداداته شنو. هذا السكتر ده عموما او غالبا تكون الاي بيات ما تشبه اي بياتنا، يعني مثلا يختارون مثلا 10، يختارون هالشكل اي بيات 10 100 مثلا و15 120 مثلا ينطي ايش قد هو هذا، خلينا نقول سكتر رقم 6 مثلا، لو عنده اربع سكترات هذا الثلاث اثنين بثلاثه اربعه الاول خمسه الثاني سته الثالث. خلينا نقول انت على السكتر رقم 3 فهنا يصير رقم 6، هسه راح تعرف هذا شنو قصدي. او خلينا نقول انت على سكتر 1 اللي هو رقم 4، هسه راح تصير عندك فكره شنو ليش استاذ هيك كتبت 4. هسه من راح نمشي راح تشوفون، قل له سيف
هذا النانو ياخذ اي بي منين يجيبه؟ الاي بي الداخلي مالته هو 21، شوفوا راح يصير فيه 2 اي بيات. هذا لاحظ، هذا راح يصير فيه 2 اي بيات، واحد هو 192 168 21. طبعا يفضل انه انت تبدله، ما يصير تبقى على نفس هذا الاي بي، يفضل انه انت تبدله، لان اذا طب ويا البرج ويا بعد مثل هذا هواي هنا، يعني هذا هالشكل هسه نعتبر القطع البقيه هذني هواي هنا، هذني المشتركين، ذولا المشتركين هواي هواي مشتركين مربطين ويا البرج، ذولا مشتركين مربطين ويا البرج، كلها قطع وايرلس. كلها قطع وايرلس مربطة ويا البرج هالشكل. اوكي، هذا كلهم هم مربطين ويا هذا ويا البرج، كلهم ويا هذا البرج. هنا راح اذا كلهم على 192 168 21، راح انت تريد توصل للنانو مالتك بعد ما تقدر توصل، فلازم تبدلها، تبدل الاي بي مالته. نجي نشوف شلون انا اخلي اي بي، اريد بكيفي، اريد امشي على الاي بي اللي يجيني من البرج، اشوف هذا البرج شنو النمط مال الاي بي مالته، شلون اعرفه؟ من اطب من النانو اسوي فحص يطلع لي النمط مال الاي بيات، او اجي اسال هو ابو البرج اقول له يابا النانو مالتي ايش قد اعطي اي بي، هو راح يطب على البرج مالته وعنده في التسلسل يقول لك الاي بي مالتك مثل هالقد. هسه احنا ايش قد هذا منطينا؟ هسه خلينا نشوف الاي بي مال هذا الرقم، بعد هو 10 115 120 4، هو يبدي من ال 100 عاده، ينطي من ال 100 بالدي اتش سي بي. طبعا هنا أنا لاحظ بالدي اتش سي بي مالته هذا ينطي من ال 100، اما تنتظر هو ينطيك اي بي هو اوتوماتيك، بس يظل يغير، زين انت ما راح تعرف اي بيك يا هو منين، فانت ثبته. فخلينا نقول هذا 10 115 120، 10 115 120، هذا راح نبدل الاي بي مالته، هذا راح لازم نبدل الاي بي مالته. طبعا مو المشكله هذا راوتر مو نانو، فانا هسه اذا ابدل بي شيء راح هنا يودي اي بي يختلف، مع هذا ماكو مشكله، قلنا 10 115 120 100، خلينا نقول هذا اول واحد هو كانك واخذ 100 وطاق قال لك يا هذا الاي بي مالتك 100. هسه اجي اشوف هذا، هسه الاي بي مالته، الاي بي مالته هذا من اجي ادخل عليه واجي على الجي او اي، الاي بي مالته هذا الداخلي قلنا 0 1، هنا عندنا الستاتس الحاله هاي شو ينطيني؟ ينطيني بيانات انه الانترنت اي بي ادرس ايش قد؟ هسه خل يرست هسه اجتني القراءه الصحيحه، دست هاي اختفت الاي بيات واخذ اي بي جديد. لاحظوا خل اعيدها، خاف واحد ما انتبه ولا هو مسجله، يعني تقدرون ممكن تعيدوها. هاي الحاسبه وهذا الراوتر، هاي بداخل البيت، هذا خل نرسم المربع حتى يصير ببالك انه هذا كله بداخل البيت. اوكي، هذا النانو، خل اسوي هيك شكل شيء مستطيل، اعتبر هذا النانو مالتك وبيه رسم، وهذا نعتبره البرج. حتى يصير عندك فكرة انه هذا البرج.
اوكي، وبي السكتر طالع هالشكل خاط، وبي مستطيل صغير. لو عرفت ما مستطيل احسن، نشوف اذا يصير لون. نسوي شوف اللون. اوكي، هذا السكتر اللي هو البرج اللي انت مربط وياه في رسم هيك يعني تقريبي. وهذا النانو مالتنا، هذا نعتبره النانو مالتنا، هذا نعتبره النانو، خليك يا نانو. وهذا الاي بي مالته، طبعا اتغير الاي بي مالته، قلنا صار 10 115 120 100، تغير. هذا صار داخل البيت، هذا داخل المنزل. هذا داخل المنزل، هذا برا النانو مالتنا قلنا، هذا السكتر والبرج. هذا ايش عنده بداخل بيتهم يعني او بالمكتب مالته. انا كلش راح اجيب لكم اياه مضبوط تقريبا مثل صاحبنا اللي انا مربطه. يا عنده هو سويتش 2960، اعتقد 2950 هو عده. والله خلاص هذا اشوف لكم الراوتر ال انا لازم اروح اجيب كلمة السر ما حافظها. اخذ لها من ماكو مشكلة. نايبور السيسكو مالته هذا 2950 24، حلو. نفس هذا ده هو بيتهم، نفس هذا السويتش. هذا السويتش شنو فائدته؟ رابط هو مو عندنا هنا عنده سكتر، هو عنده 4 سكترات، ومربوط بكل سكتر مايكروتك 921، لا 912 عفوا 912، مربوط ب 912، هذني 4، فلازم شنو؟ لازم يربطهم بهاب سويتش، رابطهم بهاب سويتش، رابطهم بالهاب سويتش. طبعا اكو بعد مثل هذا قلنا هنا أنا بعد 4، خلينا نفرضهم هم ذولا. ثلاثة وهنا أنا واحد. ثلاثة هنا مو 4. هذني نعتبرهم مال مشتركين، هذا هنا أنا مشترك. تمام تفتيح لكم نسميه نانو مشترك، هذا خلينا نسميه 2، هذا نسميه نانو مشترك، هذا ثالث، هذا لا هذا اسمه هذا نانو مشترك، الرابع وفتتهم الكهرباء هذول تمام موجودين بالجو يعتبرون. عندنا هنا سكترات، هذا سكتر رقم 1، هذا سكتر رقم 2، هذا سكتر 2، هذا سكتر 3.
اي هذني كلنا مربطات ويا من ويا هذا الهاب سويتش مربطي هنا هنا هذا نفس الشيء. اوكي هذا هاب سويتش، هذا وين موجود الهاب سويتش؟ عند ابو البريج بالمكتب مالته. زين وبعدين هذا الهاب سويتش وين يروح؟ يروح الواحد نفس هذا. الرسم ما اجى حرامات، اتمنى ان هذا الرسم اقدر انقله. عموما هنا عنده هو هو على نفس هذا البرج، على نفس هذا البرج شاد دش، شاد لدش، شلون نقول ايش ترتيبه، شاد لدش على البرج مالته، على نفس البرج هذا حتى يكون كلش واضح. انا احاول اكون اقرب ما يمكن، اريدك كلش تفتهم السالفه حتى تطلع ابو شبكات مضبوط، لان ما تلقون هذا التدريس في اي مكان بالعراق على مستوى المعاهد بعد، الله اعلم على بقية المكانات. هسه هنا كل هذا بداخل بيت أبو البرج، هذا كله بداخل البيت. خل أرسم لك الشكل المستطيل، طبعا هذا داخل البيت، هذا داخل البيت المكان. هذا بداخل بيتهم. هذا برا، هذا نفسه هو البرج، يعني انتم هي الشكل خلوها بالكم. هذا البرج نفسه فوقه ما يركب اثنين ابراج، هو على نفس البرج يشد له دش. هذا الدش ايضا بنفس هذا بالضبط، يعني بي هم عنده قطعه وايرلس، عنده قطعه وايرلس عباره عن السكتر هذا، هسه انا خليني اكتب لك عليه حتى يكون واضح. هذا خل اغير مكانه، انا عندي هذا التكبير مشتغل. هذا السكتر حتى يصير واضح عندك، هسه اللي هو بالسوق الحقيقي قاعد يستعملون راوتر بورد 921، اسمه 921. هذا نفس هذا بالضبط هو هم هنا، هذا شيء ينطي اسم، ينطي اسم سليف. سليف يعني عبد، كيف يعني اللي يستلم. هسه راح افهمك شنو انا ليش مسميه سليف، ما سميته سكتر. وايضا مستعمل هو راوتر بورد 921 ورابط، رابطه هذا خلينا نربطها شكل هنا الى هذا المكان. بالمقابل في منطقة ثانية مثلا، وهي نفس الشركه، مثلا شركه ايرثلينك، نفس هذا راسمين، بل هذا اقدر انا انسخه، ما اظن في امكانيه النسخ، بلا كوبي بيست. اين الاسم؟ لازم ارسم رسم ثاني. عموما خلينا نفرض هالشكل، هم الايرثلينك او هذا اي يعني شركه مثلا ايرثلينك، خلينا نفرض هو هذا اكيد هو مربط وياها. ف هنا عندهم تاور كبير كلش، برج ضخم، وبمجموعه من هاي الدشات مربطه ويا بقيه هذول الوكلاء مالت الانترنت، عندهم دش هنا، عندهم دش فوق. شوفون هنا سدني الابراج متروس دشات، تلقونه هذا متروس دشات، هذا كله مربط ويا اهل الابراج، هذا تلقونه مربط ويا اهل الابراج. فواحد من هاي الدشات هو مالتنا، يعني اللي احنا هسه رابطين وياه نفرض. اوكي
ايش عندهم هنا؟ هذني ويا كل دش ويا كل دش نفس هذا، هم راوتر بورد 921 مايكرو تك، هم راوتر بورد 921 مايكرو تك، هم نجيب لنا واحد ونشده. طلاب وياي صوت اوكي واضح عندكم؟ ما عندكم اشكال؟ نعم استاذ. خلاص هنا ايضا نفس الحاله. هذا هنا ايش نسميه ماستر، هيك نعطي اسم ماستر يعني السيد الرئيس، هو اللي يرسل الهاتف. الماستر ايضا هو جاي راوتر بورد 921، طبعا الرابط وايرلس بيناتهم، فانا راح اربط هيك شيء بس على مود اوصل هذا من طريق المن للانترنت. هذني ليش ما ربطن؟ هذني ربطن الا نفس هذا النوع، يلا يربطون مو شرط. صار واضح، دقيقة خلنا أعدل على فكرة إن شاء الله. هذا إحنا اضطرينا نربط هذا الترتيب لأنه عيته. لا لا خلص صحيح. جاي ياخذ يلا راح من عندنا سيكتر، جيب انا هذا سيكتر 3 سيكتر 2 والرابط طاير مش عارف اسوي رابط ولا لا، لازم اربطه الانترنت هاي على مود تصير تراسل بيانات. انت ما يصير عندك اشكال هسه، هذا ما ربط، هذا شنو المشكله اللي عنده؟ عند اللان ماشين وايرلس وين الاشكال؟ سويتش ما ربط كل هنا اون. اوكي الظاهر هذا هم يريد الا اربط له كروس. اذا مجبورين بالرسم نربط كروس شاش نسوي؟ ما عندي حل ثاني. اذا يربطك جبرك الرسم انه تربط كروس، اربط كروس بس على مود الرسم، بس بالحقيقه ماشي ماكو شيء كروس بين هذول كله. هو اصلا ذولا رابطهم وايرلس مو واير، بس انا خل ادور هذا الشغل مالتهم، مو الظاهر ذولا لهذا نوعيه قديم، ما اعرف ليش ما حاطين شيء يشبه النانو ستيشن. عموما احنا بالتسميات نمشي، بس هذا لازم اي هذا كانك اوكي وهذا كانك، ذولا مو مهم عندي خلي ولو لاني مو فد شيء. هسه هنا أنا عندي هذا الشكل 10 115 120 4، هذا شي يكون باعوا هذا الاي بي مالته، خل اكتب يمه حتى يكون واضح، هذا الاي بي مالته هو 10 115 120 4، هذا الاي بي مالته الشكل هذا، ما بي اي بي هو سويتش، شو اسوي بالاي بيات؟ هذا السكتر الثاني راح يكون هالشكل الاي بي مالته، يختلف بس اخر واحد. هذا راح يكون لان هو الثاني فيكون 5 التسلسل مالته، هذا لا العفو هذا الخمسه، هذا 5 وهذا 6.
فش صار هسه عندنا؟ صار عندنا هذا السكتر رقم واحد 10 115 120 أربعة، هذا سكتر رقم اثنين 5، سكتر رقم ثلاثة صار 6. شوفوا هذا 6، هسه ذولا ما علينا بهم، اعتبروهم ما موجودين، اعتبروه هو شات سكتر واحد. فاجى هنا بالهب ومشت الاشاره، اجت للسليف اللي هو يشبه هذا السكتر بس شاد له دش، بدل هذا الهوائي الفلاته هيك المستطيله حاط له دش كبير على مود يوصل مسافه بعيده، لان هذا انتم وياه ما تتجاوزون فد كيلو، يجوز كيلو وين، بس هنا هذا يجوز 5 كيلوات اكثر المسافه على الاقل، ويا دش ثاني شبهه بنفس الارتفاع. فالاي بي مال هذا لازم شي يكون باع هنا ايش قد اخذ؟ 110 115 120 4. هنا هنا راح يكون رقم 3، هذا 4 هذا 3، قاعد ينقص الرقم. هذا ايش راح يكون؟ هذا راح يكون 2 الماستر، هذا الماستر، طبعا هاي مو اي بيات حقيقيه، خلوها ببالكم افتراضيه من عندي انا، مو اي بيات حقيقيه، يعني مو اي بيات، الاي بيات في البرج من الابراج مستحيل، جزء غير محافظه ممكن، بس عندنا هنا بالعماره ما اعتقد هذا النمط الاي بي مالتهم غير شيء، انا ما انا تعمدت انه ما اعطي نفسه. هنا هنا تشوفون انه صار رقم 2، هذا وين؟ البرج الدش اللي عند الشركه، هذول هم نفس الشيء، هم عندهم النوب ثاني مثل هذا هاب سويتش، عندهم هاب سويتش مثل هذا، مربطين وياه هذول كلهم، مربطين وياه هذول كلهم، هاي الدشات كلها هاي مربوطه ويا من؟ بالهاب سويتش. ستقولوا لي استاذ وبعدين هاي ما تخلص، هاي الضغط كلها هالشكل بهالترتيب، هذا هو تقريبا هالترتيب، انا راح اعرف وين اتوقف. هذول البقيه كلهم هم نفس هذا، يعني دشات كلهم مربطين في هذا الهب سويتش، وهذا الهب سويتش وين رايح؟ وحده من الاثنين، اما هو يسمونه صب ريبيتر، يعني مكرر ثانوي وعنده دشين من كل واحد، يعني واحد منا يستلم واحد يرسل، او يعني كلهم نوب يوحدهم بدش واحد، او لا هو هاي الرئيسيه من هنا يطلع ضوئي، يطلع كيبل ضوئي الهب سويتش ثاني موجود ببغداد، هذا هب سويتش ثاني موجود ببغداد، يطلع كيبل ضوئي الى جهاز هنا بالنص يحول ضوئي، هذا خل نعتبره هنا، هذا خلينا نرسم لكم عليه، هذا نكتب عليه الشركة، هذا نسميه شركة، الشركة المجهزة الثانوية، يعني مثلا نسميها العمارة، يعني بالعمارة، هاي الشركة مجهزة ثانوية بالعمارة. هنا الشركة الرئيسية، هنا الشركة الرئيسية، خلينا نشوف إذا أكو من الطلاب من الجروب، ما عندنا إشكال، أوكي. هذه نسميها الشركة الرئيسية ويا بغداد موجودة. بعد هنا التفاصيل أنا ما أريد أدوخكم بها، لأن مو يعني هاي الرياضة لها بعد شغل وحكي هواي، بس إحنا خلينا نحكي على ضمن محافظتنا هسه داخل العمارة نفسها. هذا هنا يربط ضوئي، يطلع بالكابل الضوئي،
لا أنا ما عندي، ما ترهم إنه أربطك يا بالضوحي، بس خلنا نعتبر هذا يا بالضوحي وأكتب عليها، أكتب عليها ربط ربط الكيبل بالضوحي. طبعا من راح يفعلون الكيبل الضوئي بالمحافظات نخلص من هواي من هاي الهوسه كلها، كلها هاي نخلص منها، تصير عباره عن فقط هذا الراوتر مربوط بكيبل ضوئي رايح للعمود مال بيتكم ب مثل موجود بباب قسمنا، اذا شايفين اكو عمود وبمستطيل اسود هيك اسطوانه سوداء اذا شايفينها. منو شايف هذا الشيء باب القسم؟ جاوبوني طلابنا. بس ما شايفينه، عمود ما منتبهين، ما تبيع منتبهين على الجراج مال السيارة. السيارة. عافية، وين السيارات مالتنا توقف؟ اكو هاي عمود، اي اكو استشهد عمود ما... او او اول ما تدخلون من جهة السيارات اللي توقف، اول ما تدخلون لقسمنا على قبل لا تدخل يعني من الباب، على ذاك اليمين تلقى عمود وب فد اسطوانه سوداء، هذا كيبل ضوئي. نعم استاذ، اي هذا كيبل ضوئي، شو يصير نعم الكيبل استاذ، بالضبط؟ هذا الكيبل الضوئي شو يسوي؟ يجي من هذا العمود قبل للراوتر مالتك، ورايح كيبل ممدود جوا القاع رايح للبداله مالت العماره اللي هي هاي، يعني هاي الهوسه كلها ماكو، هاي الدنيا كلها انت ما تشوفها، قبل يجي الواير من راوترك للبداله، من البداله هنا أنا مثل الهب سويتش خلينا نقدر نسميه، قبل يطلعك البغداد، هاي ماكو بعد، هاي كلها تنشال، هاي الهوسه كلها ما تشوفها. فهذا فرق الاف تي تي اتش يسمونها الكيبل الضوئي، انه هواي نقاط انت تخلص من عندها. ثانيا النقل بواسطه الضوء الباند مالته واسع ما له حدود، وتقريبا يعني وبالتيراتها مو بالجيجات يقدر ينقل، فسرعه خرافيه، يعني تصور العراق كله ممكن تعبر اتصالاته بشعايه واحده، العراق باكمله ممكن، يعني اكو بعض يعني اذا كانت هي تقنياتها عاليه ممكن، او هو كان بالاصل يعني قبل قبل 2003 كان العراق كله مرتبط ب 12 شعرايه، انا بيدي يعني لاحم اثنين صار قطع بالكيبل، فكان تدريب عندنا، فانا لاحم اثنين شعرايات من الكيبل الضوئي، حسبت البقيه 10، يعني كل العراق جاي من البصره طالع للشمال ب 12 وحده، وهم ممكن يستعملون مستعملين بس اثنين والبقيه كله احتياط، خاف يصير اشكال بوحده يحول على الثانيه. فتصور انت هاي الشعرايه هي انت طابه لبيتك، فشوف ايش قد امكانيه، فيصير فتشوفون العالم عنده سرعه انترنت كلش عاليه ومتقدمه، كل ما تخلص من هاي القطع وهاي الاجهزه كل ما الانترنت يصير عندك افضل. أستاذ نعم عشان حرارة الشمس ما تأثر على الكيبل. جو القاع ها تمام محفور، أستاذ، جو القاع حدود متر او متر ونص، وبعدين جو القاع يروح لمن؟ للبداله، من البداله يمشي جو القاع بمحاذاه طريق بغداد عماره الى ان يوصل لبغداد، يوصل للبداله الرئيسيه، النوب هم يمشي جو القاع الى ان يطلع خارج العراق. خارج العراق عندنا أستاذ يعني بعد ماكو برج، ها ماكو ابراج، ماكو تنتهي برج. تنشال الابراج، الابراج كلها تنشال اذا اشتغل الكيبل الضوئي، كلها تنشال الابراج، وهي هنا المشكله اللي هسه يعني حايرين بها، انه هاي الابراج من راح تشيل الناس اللي كانوا يشتغلون على الابراج، شنو بعد راح يصير دورهم اذا اجى الكيبل الضوئي؟ راح يسوي لهم فد دور من الادوار بعد، هم اشوف شلون حاسبين حتى ما يكونون عاطلين عن العمل. عموما راح يطلع الضوئي من بوابات النفاث، احنا عندنا هواي بوابات، واحده شرق على ايران، واحده على تركيا، واحد على الاردن، واحد طالع على البحر. هذا ينزل الكيبل النوب يطب البحر، طبعا ثلاث ارباع العالم هو كيبلات بحريه، يطببوه ما يخلوه يعني على السطح مال البحر، انه يحفرون جوا سطح البحر، يعني القاع البحر عفوا،
تحت قاع البحر بمسافه ويعبرون الكابل. هاي اذا يقدرون، اذا ما يقدرون فيخلوه على قاع البحر. لذلك تشوفون هو واحد من التهديدات اللي للكيابل الضوئي على مستوى العالم هو سمك القرش، يموت عليه ما اعرف ليش، تجي ويعضه وياكل ويخرب علينا الشغل كله ويقطع علينا الانترنت. هاي مشكلته، يعني ياكل الكيابل مال الضوئي عباله سمكه، لان هو الكيابل صغير كلش مو كبير، رغم انه مسلحين وهاي بس ياذيه، هو يقدر يضربه بسنونه ويخربه. عموما فهو ماشي ملايين الامتار تحت سطح البحر، يعني على قاع البحر بكل العالم، ويطلع يروح لبقية الدول ويصير الرابط مع الانترنت على مستوى الكرة الأرضية. هالشكل أنا عندي فد فيديو أذب لكم إياه بالجروب إن شاء الله، يشرح لكم على الكيبل الضوئي وشلون يصير الرابط مع الانترنت. فتيجي تقرير صغير كلش بسيط وحلو، تفتهم الانترنت شلون صار الرابط الضوئي على مستوى العالم، ملايين الكيلوات وشو التهديدات اللي تواجه الكيبل وتأثيراتها وخطورتها. عموما هذا تقريبا فتشي رسم محاكاة للانترنت. زين، وبعدين استاذ ورا هذا هنا شنو؟ هذا ورا قلنا هذا داخل شكل رئيسية بغداد، بعدين يطلع بوابات النفاذ ويروح للعالم. من العالم هناك تستلم السيرفرات. هسه راح اراويكم رسم ثاني انه مسوي لك محاكاه كانما بين انت وبين السيرفر الرئيسي اللي بموقع انترنت. هسه راح اراويك اياه، بس هنا خلينا نكمل فتشي هنا بالاي بيات. هذا الاي بي قلنا 3، هذا 2، طبعا لازم تبدلوهم، يعني هنا كون تبدل هسه هذا ايش قد كان صار 10 115 120 3، هذا 10 115 120 3. سيف هذا 3، هذا 2 لازم يصير هنا 10. على ود من نسوي فحص هسه 115 120. انا قلت لكم المحاضره احتمال ما تكفيها محاضره واحده، هذا قد صار 2. تقولوا لي استاذ واحد وين؟ واحد موجود هم هنا، راوتر هو اللي اسمه رقم واحد، اللي هو اما افتراضي يكون مو حقيقي. يعني تذكرون من احنا بالحاسبه هنا نكتب 192 168 0 100، هنا السبنت ماسك 255 0. اذا ما عندنا راوتر فممكن احنا نكتب افتراضيا نعرفه من هذا 192 168 0 يكون واحد فيصير واحد. هنا طبعا شويه غيرت ببعض المفاهيم عندكم، انه هذين الراوترات بدات تتغير ارقامها. اكو راوتر افتراضي هنا رقم واحد، هذا 2، هذا 3، او احتمال حقيقي هنا موجود هو يسيطر على ذلك. هنا 1، هنا 2، اي هو هنا المفروض اكو راوتر، اي صح هسه ذكرت، هنا اكو راوتر رقم واحد. وهنا هذا 2 مالتنا احنا رقم مثلا غير تسلسلات يجوز مو 120 فغير رقم هذول البقيه الدشات البقيه. وهنا 3 مالتنا صاعد برج ويبث، العفو انه بيرجع للهب سويتش وانه بيرجع يبث لك الك انت عن طريق هذا السكتر ويرجع للنانو مالتنا ويجيني للبيت. فانا هسه لما ارسل اشاره اللي نفرض هنا لو نخلي لي فتح حاسبه هنا او فتح جهاز يستلم الرساله، هسه خلينا نجرب نخلينا هنا بالله يستلم نشيك، مو اكيد بس هي لان اراده تشيك الاعدادات، بس خلينا نشوف هل راح يستلم ولا والله بالاي بي الدي اتش سي بي. خلينا انتظر الاي بي يجي، لا ما ربط اي بي بعد ما مكنك بعد برتقالي.
معنا برتقالي، خلينا نحاول وايرلس. اها ربط، هسه ربط، هسه اجا اي بي صحيح، اي اجا اي بي. اوكي هسه خلينا نشوف والله اذا من حاسبته اكل حد هذا او هو هذا الاي بي. ايش قد الاي بي؟ ها انا اذا تذكرون قبل شويه قلت لكم عندنا سي ام دي، ان سي ام دي، وكان عندنا الامر بينج. هسه خلينا نفحص بالبينج، ناقص تي عندنا. خلينا نشيك هاي الايبات، اول واحد هذا شيكناه، خلينا نشيك الاي بي مال النانو. عندنا 10 115 120 100، اكو ربط. اوكي اجي اخذ بينك ثاني، ايش قد هنا انا عندي السكتر؟ 4، انطيه 4، انطيه بينك، ما قرأ. شوف طلع عندي هذا الخطأ، شنو يعني؟ ماكو ربط، ماكو ربط. اتيك اشوف ان هذا ليش ما قاعد ينطي اي بي، بس هذا مربط. ها ينطي 24، لازم هالشكل، ما كان ينطي اي بيات. ارجع اشيك ويا هذا، انطي الستيتس 104. اوكي هسه صحيح، هسه صحيح. انا وين الهاي مالتي؟ لا يابا انا قاعد اشتغل بنج على حاسبتي، طبعا هذا ما ياخذ، هو هنا انا لازم اشتغل بطن على الحاسبه. طلاب ما منتبهين وياي الظاهر انتم. لا استاذ انتبهي، استاذ اصلا تجرب حاسبتك وبعدين ترجع الحاسب الثاني. لا يابا ما انا قاعد اشتغل بطن البرنامج، هذا مو بطن حاسبتي، فانا اكون يعني شوي كونوا دقيقين وياي حتى تنتبهون علي. هسه هنا البنك ناقص تي، شلون قال قبل شوي ذاك؟ عموما 10 في 115 120 100، المفروض يقرا ريكوست تايم اوت. اذا اجاني ريكوست تايم اوت بما معنى هذا ما رابط صح، لا هسقع، بس عندي فد مشكله بالاشاره. باو ريكوست تايم اوت كل ساعه يطلع، هذا الخلل بما معنى اذا طلع عندك هيج، اذا طلع عندك هيج عطل، هيج مشكله، ريكوستات هواي. هاي شنو معناها؟ معناها الربط بين راوترك وبين هذا وبين النانو مالتك اكو بيفت خلل، اكو خلل بين الراوتر وبين النانو، الواير مو زين، مقطع يجوز، صار له هواي، انت ما مبدله، من حراره الشمس متاثر، ما كابس صحيح، هواي هواي اكو اشياء. فكون واحد يشيك يشوف ليش هاي التقطعات، يعني مو شرط انت تعتبر العطل هو بالبرج قبل وتشيل التليفون على ابو البرج وقلت له يابا تعال حق لي هذا الانترنت يقطع، مو شرط. يجوز انت الربط بينك بين النانو مالتك وبين الراوتر بيفت خلل، ها هل قاعد يطلع لك؟ فانت من تفحص هيك تفحص النانو مالتك اول مره تشيك، شوف اكو ريكوست تايم اوت، اذا اكو ريكوست تايم اوت هاي يقطع. طبعا هذا جوجل ما يفتح عندك، او يفتح لحظه ويروح، هيك المشكله اللي تصير عندك. اجي اوقف، لاحظ هسه اقول لك انا وديت 24 ورجع لي بس 11 و55% عندي نسبه اللوز، اقل شيء 4 ملي سكند واعلى شيء 30 ملي سكند، لازم هسه نشيك نشوف هذا شنو المشكله. هسه نجي للستيتس هنا نشوف اكو اي بي، اكو اي بي، هذا ماخذ ماشي زين، ليش ما جاي ينطيني؟ طبعا لازم يقرا هنا الدي ان اس، ليش ما قاعد ينطيني؟ هاي لازم نسوي اختبارات. والمشكله انا هذا لو راوتر حقيقي كان اقدر يعني اراويكم اختبار صدق واشيك اشوف الاشاره اكو مشكله لو لا. عموما
هذا انطاني هيك عطل، اذا اكو اشكال لازم اشيك. انا ضايج من سالفه هذا الكيبل هذا الكروس، واتوقع هو السبب، بس اذا هو ما قبل وما اخذ الا كروس، شو اسوي له؟ زين اذا اعطاني ريكوست، ماكو ريكوست، اعطاني ارقام صحيحه، خلص ماكو اشكال. هسه خلينا نشيك، هذا عندنا ال 100، خلينا نشوف هذا رقم 4، والله عندي مشكله وياه لو لا. والله رقم 4 يعطيني، واذا هو ال 100 اليمي ما اعطاني، يعطيني ال 4، ما اعتقد. ما اعتقد. زين شنو الحل؟ نبدل هذين الراوترات، على مود شغلنا يصير شيء مضبوط. هاي الراوترات نبدلها، خلينا راوتر عادي من هذول، من جماعتنا هذول نعرفهم، هذا خوش راوتر، وابدل الاي بي مالته، بس الاي بي. ها بعده بشتغل، بعده ما بشتغل بعده، بس ابدل الاي بي مالته يصير اوكي. هذا انطي اي بي، ايش قد هنا انا عندي؟ عندي 10. والله خلينا نجرب، اذا نجح حتى نشتغل عليه، على مود شغلكم يطلع حلو مرتب، ما بي اشكالات. هنا 255 دوت 255 دوت صفر، هذا 100، وقول له اون، قول له اوكي. هذا شلعه، هذا حذفه، خلينا نجيب هذا مكانه، نشوف والله ايش راح يصير. هذا جيبه هنا، هذا سميناه نانو ستيشن. والله خلينا نشوف، عسى ولعل يصير. وهذا لازم ابدل الدي اتش سي بي واخليه ستاتيك. لحظه، هذا هو سيعطي دي اتش سي بي، والله وايرلس اكسس بوينت ميديا بريدج انترنت اي بي والسبنت ماسك والجيت واي والدي ان اس. اي هذا خش هنا، انا الاي بي مالته قلنا 10، مية وخمسطعش، مية وعشرين، مية واحد، ميتين وخمسة وخمسين، وخمسة وخمسين، وخمسة وخمسين، بقيت عشرة، مية وخمسطعش، مية وعشرين، أنا واحد، الدي إن إس هو نفسه، الدي إن إس 15 120. خلينا نشوف ايش راح يصير. اربط هذا كيبل من هنا الى هذا، تمام يقبل، ما يقبل. هذا ايش قد رقمه؟ 4. حذف، ما بي شيء، هو مختبر، احنا جاي نشتغل عملي، قطعه ما صارت اجيبها ابدلها راسا واشوفها من لما تنجح التجربه بايدي. هذا يا هو سمينا هذا سكتر واحد، اوف تنسى سكتر سكتر، اي هذا سكتر واحد. هسه نربطهم من هذا الراوتر الى هذا الراوتر، اوكي، من هذا الراوتر الى هوب سويتش. هنا انا اسدد، ليش ما اشتغل؟ لان هذا طافي، الى اون، هذا الثاني قلنا
مثال اقول لكم ايش كانك وهذا طافياس الان اوكي هسه ربطه هذا ايش قد الاي بي هذا 100 بس انتم شوية راح تدوخون بهاي السالفة والله خلينا نشوف هذا ما ياخذ الاي بيات اذا اجيب له راوتر والاي بي هو ذاك لازم يتبرمج انا ما اريد ابرمج لان اجهزه الموبايلات مالتكم ما بيها نظام يبرمج يسوي لكم مشاكل هذا الاوتبوت يجي لهذا ومن هنا طويل هاب سويتش اي هسه صار اوكي بس الشغل ما صار صح هذا سميه سيكتور سيكتور 1 بس الشغل ما صار حلو هذا ايش قد رقمه 100 هسه راح اسوي له بينج ونشوف والله راح اخلص وقت المحاضرة خلي استغل اخر 5 دقائق اراويكم هذا راح خلينا نطيحه فوق هسه نخليه نكمل الشرح مالته المحاضرة الجاية رقم 7 نسميه تكرار شبكة هل أراويكم هاي الشبكة اللي أنا محضرها لكم ذاك اليوم اشتغلت بيها طلعوا لها هذه هذا فد شيء يشبه الإنترنت يعني أنت ارتباطك بالإنترنت هذا يختصر هاي الهوسة مال محاضرة اليوم كله هذا يعني الشغل مالته تقريبا يختصر هوسة المحاضرة كلها انه هذا اعتبروه هذا الراوتر هو نفسه السكت النانو ستيشن الراوتر مالتك والنانو ستيشن والسكتر والسليف مالت البرج وذاك الماستر اللي قاعد يرسل هذا السليف وبعدين نازل للعماره طالع ضوئي واصل بغداد من بغداد من بغداد هنا طالع النفاذ خلينا نفرض هاي الخضره هي بوابات النفاذ الى فد سويتش عالمي يعني يربط الدول كلها وانه بعدين رايح الى اللي يجهزون مواقع الانترنت مثل والانترنت نفسه هذا بالعالم وخلنا نفرض هذه شركه جوجل اللي انت تريد تدخل على موقع جوجل او على اي موقع انت مثلا حاجز لك فد موقع وتريد تدخل عليه هاي حاسوباتكم مال البيت هذا حاسوباتكم مال البيت هذه كلها هذا الراوتر نعتبره مال بيتكم ورابط ويا الدنيا فانت اجيت من هذه الحاسبه هاي على المحاضرات الجايه اشرح لكم شلون بنيت هذا الشغل فشي يعني بسيط وحلو هسه دقائق هذا راح يكون اوضح عندك هذا البراوزر وراح مثلا موقع هنا موقع الكتروني اسمه مثلا علي دوت نت علي دوت نت طبعا بالانترنت ما راح تلقاه بس بداخل هنا الهاد سيميليشن مالك انا مسمي الموقع علي دوت نت اعطيه انتر هسه اعطيه جو فالمفروض يجيني انا نسيتها صار لي هواي من حضرت لكم اياها وما شرحت لكم اياها نوت هارد سيف شو نسميه بالله خلينا نشوف بال HTTP شنو نسمي الموقع هذا الموقع او لا بدي انحس
بدي انا اسي ودينا على الثنيان بس بس بدي انا اس علي دوت كوم مسمي علي دوت كوم مو علي دوت نت علي دوت كوم علي دوت كوم سأنطي جو بعض طلع لي هذا الموقع تكنيكال ستيوت العمارة كمبيوتر سيستم ديبارتمنت كمبيوتر نتورك لابوري لاب يعني المختبر الشبكات الحاسبات مساعد رئيس مهندسين علي صباح صادق وهذا موقع يعني فتيش محاكاة موقع بسيط سجلوا يا استاذ شلون هاي سوي انتم هسه تجدون هاي على المحاضره الجايه يعني على الاسبوع الوراء راح يكون هذا الشغل هو الواجب مالكم هسه واجبكم راح يكون انه انت هاي نفسها فد رسم قريب لهذا مو كل هاي الهوسه ترسمها حتى لو ترسم بس هاي الحاسبه وتحط هذا الراوتر تحط لك راوتر ثاني وراوتر ثالث اللي جاي هذا اللي اريدك انت ترسمه بس هذين المراحل بعدين على المحاضرات الباقيه نشتغل المراحل البقيه واذا تقدر انت تسوي هاي المراحل البقيه من خلال هذا الرسم جيد اي فتسوي بينج على هذني كلهم وتشوف النتائج شنو تطلع لك تشتغل بينج على هذول كلهم بس راجبهم زين استاذ مخلي اي بي لكل ايه. راوتر ايه هي هنا السالفه لازم تخلون اي بيات للراوتر تمام استاذ هنا راوتر وايرلس رابط ويا هاي اللابتوب بعدين تربط هذا الراوتر ويا هذا الراوتر اللي هو الراوتر عادي بس ها هنا المشكله انه انت كنت تجي تدخل على الكونفيج ما اعرف بالموبايل هذا يصير او لا سنكون نشيكه يعني طبعا انا افضل انه نستعمل انتم ما اعرف والله يصير ممكن هاي ام لازم نشيكه انه شلون اخلي هذا الراوتر يعني يشتغل بالموبايل صار اذا تشيك الموبايل يصير له لا اعطوني مجال اليوم اشوف لكم اياه يصير بالهاي نسخه الموبايل لان اكو هواي بيكم جماعتهم على الموبايل ما عنده حاسب بالبيت فشلون هذا خافي يصير عنده اشكال واشوف لكم سالفه هذا الوايرلس اذا صار نستعيض عن هذا الواير ونخليه نبقى عليه ونرتب امورنا واذا لا ما صار نضطر نرجع على هذا هذا اللي انا مخليه اللي انا اعتبرته كنانو ستيشن اضطر انطي الاي بي بايدي ادخل على جيجا بت ارث اثرنت 00 وانطي الاي بي بايدي اكتبه هنا وهذا الثاني لازم هنا هم اكتب اي بي او كون اسوي البريدج شغل ادفانس مو مال شغلكم دوخون بي زايد بس هسه حتى لو بس هيك الرسم وانت ايش اريد منك؟ شغله واحده تسويها بالبيت انه تكتب هذا الامر حتى تعرف هذني شنو اللي قدامك راح يصير يعني تسوي لي هاي الشاشه السوداء مو شرط هسه هذا الرسم سوي تراسر تكتب تراسر هذا الامر تكتبه هسه راح اكتب لكم الشاشه بعض هذا الامر اريدكم تكتبونه تراسرت ناقص دبليو فراغ 5000 انتبه هنا كلمه تراسرت تي ار اي سي اي ار تي فراغ ناقص دبليو فراغ 5000 فراغ 8.8.8.8 شنو هذا؟ هذا راح يتبع الاشاره من حاسبتك للراوتر للنانو للبرج الى ان يوصل هاي بالعماره انه بيوصل لبغداد انه بيطلع من بوابات النفاذ الى ان يوصل لامريكا هذا الدي ان اس مال شركه جوجل بامريكا يوصل لها وانه بيرجع لك جواب
خلال هاي الفترة كلها راح يعطيك كل نقطة يعبرها يقول لك شنو أنا شفت، إيش قد قوة الإشارة. هسه راح أراوك إياها. فالناقص دبل هاي 5000، هاي ناقص 5000 معناها ينتظر أقصى شيء 5 ثواني. إذا ما رجع عليك تكتب ثراسر أوت، شلون قبل شوي طلع عليه ثراسر أوت، ينتظر 5 ثواني. إذا ثراسر أوت أو ريكوست تايم أوت، العفو، يكتب لك ريكوست تايم أوت، يعني هاي أكو قطع في هذه النقطة. أوكي، هسه راح أعطي إنتر، شوف إيش راح يعطيني. سطيته انتر وراح يتصل هسه بعض. اول شيء، هذا اول شيء، انا طبعا لان محول اول شيء انطاني الراوتر مالت، هذا الراوتر 192.168.1، هذا الراوتر مالتي. النانو مالتي انا مسوي مثل الراوتر لان حاط اسم الدفول كونستر بالنانو، فانطاني اياها. باعوا هسه بيني وبين الراوتر من 2 ملي سكند الى 11 بالنص، هاي اقل من 1 ملي سكند. يقرا هنا انا 1 1، لان هو كله نفس الداخل. هنا هذا شويه بدا يزيد الملي سكند. هذا وين ال 10 10 10 1؟ هذا مالت العماره، يعني جماعه الايرثلينك بالعماره. ها كلها هسه بعد هنا يشتغل عماره، وراها النوب يطلع البغداد. هذا انا ما ضابط كلش بالضبط يا هنا اي بيات العماره يا البغداد، بس هذا بالعماره اكيد 3 10 1، احتمال هذا الثاني هم. طبعا هذا عباره عن راوترات، بس راوترات عملاقه كبار. الى ان يوصل لل 37 236 240 161، هذا الاي بي مال شركه ايرثلينك. هذا الاي بي، هذا الاثنين هن 37، الاي بي الحقيقي مال شركه ايرثلينك الدي ان اس مالتها، اللي هو من عده انه احنا نطلع ويا بوابات النفاذ. تلاحظون لحد الان، شوف هسه شلون تعرف انت بعدك بداخل العراق او بعدك ضمن الشركه، شوف الملي سكند قليل. من يبدي يقرا ارقام شويه اكبر، 143 391، يعني يصل للتسعينات، ثمانينات، تسعينات، هذا تقول انه انت بديت تطلع برا خارج العراق. فهذا يقرا هنا وهذا قرا هنا وهذا قرا وهذا قرا الى ان وصل للدي ان اس دوت جوجل اللي هي 4 8، يعني ظاهر يعني حسنوا اجهزتهم داخل العراق، يعني شركه ايرلينك ووزاره الاتصالات، لذلك سقطني بالملي سكند كلش رقم حلو. هذا بس الكيبل الضوئي كان يعطي، حاليا هسه الوايرلس هيك ثاني. هسه الدي ان اس هذا القراءات مالتي 70 68 74، تلاحظون ب 13 عقده من بيتنا الى امريكا، 13 عقده فقط اللي انا عبرتها، يعني 13 راوتر نقدر نسميه. وصلت امريكا ورجع لي جواب. هاي اريد هالشكل، انتم تدزوا لي تنزلوا لي شي لقطه شاشه مثل هذه، تودوا لي اياها بالواجب مال اليوم. البينك اول مره تسوى هاي، اول مره تسوى هاي على مود تعرف الشغل. أول مرة سوى هاي تكتبها، يعني هذا التراسارت فراغ ناقص دبليو فراغ 5000 فراغ 4 8، وترسم هذا، ترسم هذا الجزء، يعني ترسم من هاي الحاسبة هذا الراوتر مالتك إلى راوتر هنا، وتسوي بينج عليهم وتشوف شنو يعطيك نتيجة. هذا البينج يصير بداخل البرنامج، خلي بالك إذا تسوي بينج هنا فيكون بداخل البرنامج، أما هذا فيكون بحاسبتك نفسها. يعني من ستارت سي ام دي وتظهر لي هذا، اوكي، وتدز لنا اياه. حتى انا مطبقه هذا بحاسبتنا وبحاسبه البرنامج، هذا بحاسبتك، هذا تراسر اوت بحاسبتك تشتغله، يعني على الحقيقي لايف. وهذا تسوي بينج فقط هنا، أنا بس بينج تسوي من هاي الحاسه مثلا هذا الراوتر وتشوف شلون يقرا، والنار تخلي راوتر ثاني. نعم استاذ، هاي القراءات تطلع اذا الا يمكن على الشبكه، هاي التراسر اوت طبعا لازم يمكنك من الشبكه، ماكو كل شيء ما يطلع. المشكله انا هسه ما اقدر اقطع الانترنت حتى اراويك، لان اذا قطع الانترنت كلكم ينقطع عندكم. ف هنا القراءه تصير فقط اذا انت مربط الشبكه، ما يقرا، ما يقول ليش ما موجود الشبكه، يقرا الجزء اول واحد مثلا الراوتر وراها يضرب كلها نجوم تطلع هنا، تطلع نجوم.
طبعا بهذه الحاله انت هسه شلون تعرف انترنتك بيه اشكال ولا لا؟ اول واحد اذا قرا اوكي، الثاني اذا هالشكل مثلي يعني قرا اوكي، اذا وصلت لهاي الثلاث عشرات كلكم هسه انا متاكد على مستوى العراق اغلبكم خاصه مربط ويا ارت لينك يطلع لها الشكل، اللي عنده مربط عن طريق الموبايل ويا شركه مثلا اسيا او اثير او اي شركه ثانيه اكو تطبيق خاص داخل الموبايل هم ارسل لكم اياه، هذاك يسوي لك بينك. هاو جماعه يقولوا انا ما عندي حاسب عندي موبايل شلون اشتغل البينك، هم اكو تطبيق ممكن عن طريقه يعطيك البينك او عن طريق الراوتر مالتك ايضا تقدر تسوي بينك. اي فاذا هذا طلع نجوم يعني العطل عندهم هم مو عندك، انت هاي بعد مو يمك، هاي اي عطل هنا يصير هذا مو انت المسؤول عليه، هذا خلل بالانترنت او الشبكه، بس اذا هذين صار بهن نجمه لا خلل عندك فلازم انت تعالج الخلل عندك مو برا. هاي كل اللي اقدر افيدكم به لمحاضره اليوم. عندكم فد سؤال فد ولو انا ما اعطيتكم مجال اليوم يعني اضطريت انه اشرح هواي لان هي تفاصيلها كلش كبيره، فردت اعطيك قدر الامكان بشكل عام بعدين نجي نشرح جزء جزء. بعدكم فد سؤال او استفسار قولوا لي قبل لا نغلق الجلسه. استاذ بس الرسم الواجب الحد المرج لو الحد النانو هاي مات الشبكه الواجب. رسموا لي الحد النانو، عوفوا هاي سالفة البرج والهوسة هاي مالته، رسموا لي الحد النانو، إيه اشتغلوا لي بالله الحد النانو، تقدرون تطلعون اي بي اي ظلوا بدلوا بهاي الراوترات من نار هم يعني شوف شلون من نار لما لين على مود الرسم، بس بالحقيقة لا انا اقدر اسوي لك هذا كله، بالمختبر مالتي كله هذا اقدر ارتب لك اياه مشيك علي يعني اراويك اياه. بس هنا أنا بالبرنامج مجبورين انه احنا نظل نبدل بين هذين الراوترات من نار لما راوتر يعطينا اي بيات مثلا هذا واقدر اوصل يعني لما اسوي بينك من هنا من الديسكتوب واجعل هاي رن لا تنسى مو تجي على الترمينال تجي على الكوماند برومبت وتسوي بينك وشوف تكتب البينك وشوف هل يعطيني شيء لو لا 10 115 120 100 ينطي لو ما ينطي لان انا هسه بعد انا خربطت هنا أنا بالاعدادات يعني لا والله بدا يقرا باوع بدا يقرا صحيح هسه قدر يعطيني قراءه صحيحه حلو قدر يعطيني قراءه صحيحه هاي تراجعون الفيديو وتشوفون انا شنو سويت هنا من الاعدادات حتى يعطيك نفس هذا اوكي اذا سويت نفس هذا ممتاز وهيك يعطيك قراءه كلش حلو حتى بهذا تقدر تستعمل التراسرت تراسرت ناقص دبليو 5000 وعادي اكتب حتى لو تكتب الاربع ثمانيات مو فد مشكله هو ما راح يلقى انفاليد كوماند الظاهر هذا ما عنده تراسرت ناقص هذا ليش ما قرأ الظاهر بالداخل هذا ما يصير ما يشتغل 115 120 100 والله اي ما يقرا تراسرت ما موجود ما مخزون بذاكره البرنامج هذا لذلك التراسرت راح تشتغل على خارجي ما راح تشتغله بداخل هذا بس الفينج يشتغل عندك هاي الملاحظة انت تقولها تراسرت ما راح يشتغل هنا راح يشتغل عندنا بس الفينج اوكي طلابنا نعم استاذ نوقف بعد التسجيل ونعلن نهاية المحاضرة وشكرا جزيلا لكم عفوا استاذ